الدولة القومية شئنا أم أبينا تاريخيا موضوعيا هي نتاج حالة استعمارية، نتاج مشكلة أوروبية، ما شأن العالم الإسلامي بها؟ ما شأننا بها؟ هل فيها عنصر واحد أصيل بالعالم الإسلامي؟ ليس بها، ليست هي تطور إنساني أبدا، هي ردا على الحالة الاستعمارية الأوروبية، وردا على الكنيسة، وردا على الاضطهاد، وردا على الفقر، وردا على القذارة التي عاشت فيها أوروبا قرون، والناس ربما لا تدري أن أوروبا كان رائحتها من أعفن بلدان الأرض، هي وروسيا من أعفن خلق الله على وجه الأرض كانت أوروبا. الذي نراه الآن في أوروبا هو رد فعل، النظافة التي نراها في أوروبا هي رد فعل على الوضع الداخلي، وليس حبا في الماء ولا في الهواء ولا في الجمال أبدا. لما ندفع نحن ثمن ليس لنا به علاقة؟ لما ندفع ثمن دولة أوروبية؟ أخي، الدولة القومية الأوروبية عندما أسست على الخمس معايير اللي حكينا عنها كان معيار إرادة العيش المشترك. ليش لماذا وضعوا هذا المعيار؟ لأنه لا توجد دولة واحدة في أوروبا قومية، هي مجموعة، لأنه الدول الممتدة تتكون من عدة قوميات وعرب. عندما سئلت إنه مع من تريد العيش، بعضهم طلب الاستقلال، بعضهم أراد الانضمام إلى هذه الدولة أو تلك، بعضهم رفض الدولة تفكيك الدولة الممتدة، لذلك اندلعت الحروب القومية. هل كان العالم الإسلامي يشهد حروبا قومية؟ هل كانت أفريقيا تشهد حروبا قومية؟ هل كانت آسيا تشهد حروبا قومية؟ ثانيا، كل المنظومات التشريعية لما يسمى بالأمم المتحدة وضعية من ألف إلى ياء، حتى منظومة حقوق الإنسان العالمية التي سميت بالعالمية عندما قررتها الأمم المتحدة سنة 1952 هي بالأصل والفصل ميثاق حقوق الثورة الفرنسية. والثورة الفرنسية عندما ميثاق الحقوق اللي كتبه جان جاك روسو وجون لوك وماتوسكي، يمكن ثلاثة اللي كتبوه، سموه ميثاق حقوق الإنسان والمواطن. لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنه في أوروبا فقط، في أوروبا لا في آسيا ولا في أفريقيا، لم يكن ثمة إنسان ولا مواطن، لم يكن يعترف بالإنسان ولم يكن يعترف بالمواطن. الحقيقة هذه هي الحقيقة. الآن عندما عمموا الدولة القومية كيف يأتينا الجبر؟ هل سيأتينا الجبر بالصيغة الأوروبية؟ هل سيأتينا الجبر بالصيغة الحقوقية؟ هل سيأتينا الجبر بصيغة انعتاق الأمة؟ الجبر، الدولة القومية جاءتنا بأوسخ حمولة أوروبية على الإطلاق. نقطة بس بين قوسين، مرجعية الدولة القومية في أوروبا وهي الدولة التي نعيشها الآن ويريدون تعميم نفس المرجعيات علينا، هي الفلسفة الإغريقية وإفلاطون على وجه التحديد، كتاب ذا سيتي اللي اختصروه بالجمهورية، هذه مرجعيتها. اللي براجع القوانين الأوروبية يعلم يقينا ما معنى المرجعية الإفلاطونية للدولة القومية الحالية في أوروبا وأمريكا وأستراليا وما إلى ذلك.